قال الإمام الحسين عليه السلام: لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله، لأأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. كل منا يدعي بأنه حسينيا، والدليل حضوره في مآتم الحسين عليه السلام، في مواكب الحسين عليه السلام، في جواله يسمع العزاء، في سيارته يسمع ذكر أهل البيت عليهم السلام، في المنزل ينعى الإمام الحسين عليه السلام، في المدرسة، في العمل، في كل محطات الحياة تراه دائما وأبدا يذكر الإمام الحسين عليه السلام. وهذا من الجميل مما يدعي الانتماء إلى دائرة الحسين وخط الحسين ومنهج الحسين وعقيدة الحسين ومبادئ الحسين عليه السلام. في كل موكب نسمع نداء جميلا يهتف به المعزون، كان داخل المأتم وفي الخارج: لبيك يا حسين. هذه التلبية أساسا خرجت في الحج تلبية لنداء الله عز وجل في إقامة إحدى الشعائر الكبرى الإسلامية الواجبة على من استطاع أن يقوم بها، فلبيك اللهم لبيك، ولبيك يا محمد، ولبيك يا علي، ولبيك يا حسن، لبيك يا حسين، لبيك يا مهدي. هذه التلبية وإن تعددت في قضية الأسماء المطروحة خلف التلبية من اسم الله الأعظم وتلبية لله ثم للنبي والأئمة، هي خط واحد اسمه خط النور الإلهي الملكوتي، والذي من شأنه أن يصل هذا الإنسان عبر هذه التلبية بصدق إلى دائرة الحضرة الإلهية والجمال الإلهي. لكن حتى يكون الإنسان صادق في التلبية للإمام عليه السلام، لابد أن يلتفت إلى ثلاثة أمور مهمة جدا. لبيك يا حسين تعني المحافظة على الصلاة في وقتها وفي أول الوقت. الإمام الحسين عليه السلام يقول: إنما خرجت لطلب الإصلاح. وأكبر دافع للإصلاح، أكبر محرك للإصلاح: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا منطوق الآية، أما مفهومها أن الصلاة هي الصلاح، الصلاة هي الأمان، الصلاة هي السلام، الصلاة هي الراحة والإطمئنان. إذن إذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذن الإمام الحسين عليه السلام انطلق من الصلاة ومن أجل الصلاة. بعد شنو الدليل؟ نقول بأن الإمام الحسين في يوم العاشر كان الذهن، كان الفكر، كان القلب مضطرب حول الحرب، حول المواجهة، حول الصعوبة الموجودة في ذلك اليوم. ولكن الإمام عليه السلام في وقت الصلاة يقيم الصلاة، لا يتأخر عن وقت الصلاة. هناك من قتل حفاظا على
المصلين الموجودين الذين يصلون مع الإمام عليه السلام من أجل الصلاة. إذا لبيك يا حسين تعني الصلاة، لبيك يا حسين تعني تربية الصلاة، لبيك يا حسين تعني الدافع خلف الإصلاح في الوجود من الصلاة. إذا يجب أن أحافظ على الصلاة بأكمل وجه، وأن أقيم الصلاة في وقتها وفي أول الوقت حتى أحقق لبيك يا حسين. النقطة الثانية، لبيك يا حسين تعني المحافظة على القرآن الكريم، المحافظة على قراءة القرآن، المحافظة على فهم القرآن، المحافظة على تطبيق القرآن، المحافظة على عقيدة وفكر ونداء وتلبية القرآن الكريم. الإمام الحسين عليه السلام هو القرآن الناطق، ويجب أن نتعلم من القرآن الكريم ما جاء به الحسين عليه السلام في تطبيق حروف القرآن، فكر القرآن عبر مواقفه في الحياة. أنا أنادي لبيك يا حسين، الإمام الحسين يقول لي اقرأ القرآن. أنا أنادي لبيك يا حسين، الإمام الحسين عليه السلام يقول لي حافظ على الصلاة. أنا أقول لبيك يا حسين، يقول لي تدبر في فكر القرآن، حقيقة القرآن، نداءات القرآن، أحكام القرآن، قصص القرآن، كل شيء جميل في القرآن. هذه التلبية يجب أن ترشدني نحو القرآن الكريم. أنا ما ممكن أن أستنبط حكماً أو فكرة أو مبدأً خارج نطاق القرآن، لا أنا ولا أنت ولا العالم ولا الفقيه ولا المرجع ولا أحد. إذن يجب أن أكون مع القرآن، لأن علي مع القرآن والقرآن مع علي، يعني أهل البيت عليهم السلام مع القرآن والقرآن مع أهل البيت. يجب أن يكون القرآن شيعة أهل البيت مع القرآن، والقرآن مع شيعة أهل البيت عليهم السلام، حتى أكون أنا إنسان مطبق لندائي في الموكب لبيك يا حسين. في البعض يقول أنا أقرأ القرآن بس ما أفهم، وش الفائدة من قراءتي للقرآن؟ جيب قصة لطيفة عن هذه المسألة. طبعا الإنسان إذا اجتهد وقرأ وسأل راح يحصل على مفاهيم قرآنية، إضافة إلى ذلك لو قرأ ولم يفهم. هناك أحد الآباء دائما يصر على أولاده أن يتعلموا أو أن يقرأوا القرآن، فسأله أحد الأولاد هذا السؤال، أنا لا أفهم القرآن وأقرأ، ماذا أستفيد من قراءتي للقرآن وأنا لا أفهم؟ هذا الإنسان كان بائع فحم، الأب بائع فحم، وعند الوعاء اللي يشيل فيه الفحم زين، وهو مثل على قولتنا نحن المشخال. قال له هذا الولد بالذات روح جيب لي ماء من البحر، راح وجه وصل للبيت وإذا المشخال شنو فيه؟ فاضي، ما جاب ماء، والهدف أنه يوصل الماء عنده. قال لي أريد روح جيب مرة ثانية. قال لي ما أستفيد، أنا أوصل وأخذ الماء وينزل من عندي كامل. قال لي بعد روح جيب. مرتين، ثلاث، أربع، قال لي وش استفدت؟ قال لي ما استفدت حاجة، لأني أنا أجيب ماء دائما كله ينزل، لأن في مخه شنو الهدف؟ حصول على الماء. قال لي انظر إلى الوعاء المشخال، شنو كان لونه؟ أسود، والآن شنو لونه؟ أبيض نظيف. إذن قراءة القرآن حتى لو ما كنت أفهم أنا بالضبط الموجود في القرآن، أحيانا بعض الآيات لا أدرك حقيقتها أو فهم فكرتها، لكن تطهر القلب، تنقي القلب، تنير القلب. وإذا أنار الله عز وجل قلب الإنسان
ينزل في ذلك القلب الحكمة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ليس العلم بكثرة التعلم، إنما هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده. إذا أنا أحتاج أتقرب إلى الله عز وجل حتى أحصل على نور العلم، مو معناتها أترك التعلم، لا لا، ما في دعوة لترك التعلم، في دعوة للمحافظة على التعلم، لكن أساس العلم معرفة الله عز وجل، وتأتي عن طريق العبادة الحقة. يعني لبيك يا حسين، يعني المحافظة على قراءة القرآن في كل يوم، لا يفوت علي يوم أنا ما أقرأ القرآن. إذا أتهاون في ذي المسألة أنا لست حسينيا، إذا أنا أتهاون مع الصلاة أنا لست حسينيا. أنا أحتاج أن أكون محافظ على الصلاة وفي أول الوقت، وأن أكون محافظا على القرآن الكريم. النقطة الثالثة: لبيك يا حسين تعني الإنسان الخلوق المؤدب المحترم المتسامح المتواضع قاضي حاجات الناس المتصدق الحليم. هذا الإنسان المؤمن الذي ينطق بلبيك يا حسين. ما تنفع تلبيتي في الموكب أو في المأتم لبيك يا حسين وبيني وبين فلان من الناس خصومة، لا ينفع. لا ينفع ندائي لبيك يا حسين وفلان من الناس الذي أخطأ في حقي أحيانا ليس بقصد، وأحمل عليه في قلبي حقدا أو كراهية، لست حسينيا. لبيك يا حسين تدعوني لأن أكون متسارعا في قضاء حوائج الناس، ما أتهاون، ما أنخش، ما أتهرب عن قضاء حوائج المؤمنين. من أجمل الصفات التي يحملها الإنسان المؤمن هي قضاء حوائج الناس. أنفع الخلق أنفعهم للناس، أو أحب الله عز وجل في العباد أنفعهم لعباده، مضمون الرواية. إذن علينا أن نكون عندما ننادي لبيك يا حسين يعني نخدم الناس. لبيك يا حسين يتعامل بكل أدب واحترام مع الآخرين. لبيك يا حسين أكون إنسان طيب ويا الناس، وأقرب الناس إلي الأم والأب. لا تكون فقط نداءاتي داخل الموكب، حماس يشغلني وخلص وقت الحماس تنتهي هذه الكلمة، لا، دائما خلها تكون موجودة في حياتي. أنا لبيت هناك لبيك يا حسين، يجب أن تتحقق مضامين هذه التلبية في كل مفرقات حياتي، في كل زاوية من زوايا الحياة. اليوم في ظل العولمة، في ظل الفكر المنحرف، في ظل توفر كل وسائل الانحراف، للأسف الحسيني، الشخص الحسيني قل حضوره في ميادين الحياة، قل أثره في ميادين الحياة، قل فكره في ميادين الحياة. صار الفكر الغربي موجود حاضر عنده على طول، تروح له في بيته تشوف أخلاقياته وأدب ماله غربي، تمر عليه العمل نفس الأسلوب، تمر عليه في محطات أحيانا الرفاهية في الرياضة يتفاعل يا شخص في ملعب في مكان، وإذا يصدر منه كلمات سيئة أو يتعمد أذية الشخص الفلاني في الملعب. الحسين ما يعلمنا هذا الأمر. لبيك يا حسين لا تدفعنا لهذا الأمر، تدفعنا
دائما لكلمة إصلاح. خلنا نعيش حقيقة هذه الكلمة في كل مضامينها، في كل حروفها، في كل حركاتها. حتى إذا مشيت برا، مو أخوي المؤمن، لا لا، الإنسان المخالف لخط الحسين يشير بالبنان، هذا حسيني. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. الأخلاق أيها الأعزة، في لباسك يجب أن تكون حسينيا، في حلاقتك يجب أن تكون حسينيا، في تفاعلك وغضبك يجب أن تكون حسينيا، في سلمك وهدوئك يجب أن تكون حسينيا. حتى إذا ما لبيت تلبية، الإمام الحسين يدرك حقيقة تلبيتك. الإمام الحج عليه السلام صاحب ثأر الإمام الحسين يدرك بأنك فعلا ناصرا لدين الله، وأنك ممن استمعت لنداء الحسين هل من ناصر، فلبيت تلبية صادقة، وأنك جاهز لظهور الإمام عليه السلام. لا أقول لبيك يا حسين وبعد الإمام يظهر وينادي أين المنادون بالحسين، أين أصحاب ثأر الحسين، وإذا أنا أخلاقي بعيدة عن هذا المبدأ، فكري بعيد عن هذا المبدأ، فعلي بعيد عن هذا المبدأ، أكون إنسان كاذب مع نفسي ومع الإمام الحسين عليه السلام. فلتتحقق أو يتحقق هذا النداء في كل جوانب حياتنا على محمد وآل محمد صلواته.